لقد نجحنا في الهرب يا صبار. الشرطة لن تجدنا. سيارة الشرطة. اوكي. واو، إنها سيارة جميلة. هيا لنركب يا صباط. لا يفتح الباب، سأجرب مرة أخرى. ماذا أفعل؟ قل لي ماذا أفعل يا صبار؟ المفاتيح. نعم، تذكرت المفاتيح. إنه نائم، لنأخذ المفاتيح من عند الشرطي. إنها مهمة صعبة، كيف سأخذ المفاتيح يا صبار؟ دعني أفكر قليلا. وجدتها، انتظر هنا يا صبار. نعم، لقد حصلنا على المفاتيح. ياه، لقد نجحت الخطة. هيا بنا يا صبار. الحرامي سرق السيارة. قف مكانك. الطريق مسدود، ماذا أفعل؟ الشرطي قادم، يجب أن أهرب بسرعة. ما
مكانك يا حرامي. أنت محاصر، استسلم. هيا إلى السجن. أحمد،